السلام على شهدائنا الأبرار. جئنا قرية بني جمرة، قرية الصمود، لنعزي أسر الضحايا الذين فقدناهم هذا اليوم الجمعة، وذهبوا مع الشهداء السابقين، ونقول لهم صحيح رجعت كربلاء البحرين. ولن ننساكم شهداءنا الأبرار، أنتم في قلوبنا، وشجرة الحرية محتاجة إلى دماء، ولا بد منا ومن الشباب أن ترويها حتى ننال مطالبنا. جينا نعزي عائلة الشهيد. هذه الوقفة تضامنية، أقل من واجب نقدمه إلى عائلة الشهيد رضا الغصن، وشهيدنا الغالي دمه ما يروح حدا، وإن شاء الله إن شاء الله النصر قادم الحمد رب العالمين. كان هناك كما تم الإعلان عن تسليم الجثث إلى عوالهم لدفنهم لمعرفتهم. هذا مطلب حقوقي ومطلب سياسي ودستوري، نتمنى أن تسليم هذه الجثث إلى أهليهم. نحن نقول بأن هذا القتل كان خارج نطاق القانون، ولكننا لا نستطيع أن نلزم بأشياء أخرى، ولا من هنا نحن نطالب بتسليم هذه الجثث إذا كان هناك أي شيء، تسليم هذه الجثث إلى أهلها لدفنها بمعرفتهم.